مبارك. كل جديد ياك اخويا فتاه. ديما الجديد. ديما الجديد. اللهم بارك. اللي بغانا مرحبا يجي عندنا. شي سينس كيجي من سليمان تقدا دابا قبل صح. اه. الله يسخر. الله يهديك خويا فتاه. بالنسبة لهذا الاستوديو هذا. الاستوديو خويا هذاك 180. هذا 180 هذا طاليان ياك. طاليان. هذا سباليون بيدروس. هذا سباليون بيدروس. بيدروس هذاك 200 درهم. 200 شنو الفرق بيناتهم اخويا فتاه؟ الفرق بيناتهم ان هذاك كان هذاك جبناه في 2021. وهذا ملي غلات الساعه يلاه جبنا دابا هاد الشهر هادي راه تزاد هاد الشهر الترونسبورت زاد هادشي علاش يعني نزيدو الثمن يعني غلا الثمن ديال القديم ما بغيناش نزيدو في هذا خلينا الثمن هو هو هذا راه هذا جبناه في لاريفاش الاولى ما زايداش الثمن بقى الثمن 180 وهذا يلاه جبناه راه تزادت السلعه في الترونسبور راه ولا 100 درهم وهذا فاش غنمشي هذا ديال الملاكا هذا راه عنده باب في الجن وهذا عنده الباب هنا من التحت هذا مالاكا اسمع هذا مالاكا هذا ديال مقني هذا استوديو كيبريزونتي في الطويرات وكيصورهم اللي بغى يصور كيحل هاد اللعيبه من هنا وكيصور كيصور الطوير ديالو كيخشي التليفون هنا وكيصور الطوير ديالو كيصوروا يعني بحال الاستوديو كيزين ديال هذا مصورين الناس الاستوديو وكيبريزونتيو فيه في الكونكورات في المعارض يعني شي معارض كيبريزونتيو فيه كيديروا قفزه على قفزه بالطريقه هذه باش الطيور ما يتحولوش ليهم باش يبقاو هاد الباب السدود هذا كيسديزو قفز على قفز باش ما يجيش شي واحد يحل يخشي يدو ويجبد الطير يسرق يعني هذا ما كيخدمش هذا ما كيخدمش في كونكور هذا يقدر يخدم لشي ناس اللي كيخافوا الله ما كيخونوش ماشي بحال العرب يديهم لهم ما كيشتغلش يعني الله يخليهم هذا استوديو تا هو كتصور فيه من هنايا تا هو تصور من هنا تا هو تصور تصور من الفوق تصور من الفوق هذا قلنا 180 وهذا 200 درهم وهذا هذا ديال مالاكا مقنين مالاكا مقنين اللهم بارك هذا تصور ديال المخ بالنسبه لفندق وبو هذا فندق وحده كاين الخبيز ديال فندق فندق واخا يجي مرحبا تمام الثمن ديالو الفندق بوحده 90 درهم هذا 110 درهم هذا 110 درهم هذا بحال هذا هذا هو 110 درهم بالنسبه لهذا الثمن ديالو شحال؟ هذاك 120 درهم هذاك ديال الكنار هذا 120 درهم تا هو سباليون طاليان هذا طاليان ديما الايطالي والسباليون هذا اللي عندك سلعه ماشي طاليان هذا هو اللي ما كاينش طاليان هذاك سباليون ولا جبتو هذا سباليون هذا طاليان هذا قلنا 120 ياك اخويا فتاه والاخر ديال المقلين وكنار مقلين والمالينوا مقلين ومالينوا الثمن ديالو شحال؟ هو نيش 120 بحالو بحال راه بحال بحال هذا نفس الخدمه عندهم انت قلت العلافات كيبان لي علافات مبدلين هادو العلافات ديال المالينو وعلاش هو قصير لان المالينو كتهضر محدوده كتحني راسها وعاد كتهضر المالينو والفلاوطه هذا المالينو والفلاوطه ها اللعيبه ديالو ها السري كيخرج هذا كيتحيد تفرش لي شي بابينا كيتوسخ كتعاود تحيدو تلوحو داكشي عنده براتيك بلاستيك ميديكال كلشي ناضي مليح مبارك خويا فتاه والسيبارا سوا شحال اخويا كاين فيهم الثمن هذوك 370 درهم خويا شي سلعه قليله هذيك جاو من جاو من اسبانيا ديال اسبانيا سباليون قلب السلك ديالهم ها سباليون اللهم بارك السلك اللهم بارك السلك ديال الناضي هذه ديال 370 درهم ما عنديش فيهم شي حاجه 370 كميه قليله راه ما كاينش بيبان ديال العلافات هذا بلا بيبان بلا والو ديريكت بحال المالين بحال ديال المالينو كتشد كتركب بحال الوكالات ديال المالينو اللهم بارك 370 درهم 370 اخويا السلعه هذه كلها دابا جديده كلها زايده كلها غاليه كلها زايده في الثمن يعني المشكل هو ترونسبور ماشي ترونسبور اللي غلا ماشي الحارب ولا لا لا هذا خاوي ترونسبور غلا عالميا يعني ترونسبور غلا ولكن هنايا الشرابه شاب مره كلشي مكشوف فيهم الثمن 3 درهمات الصغار كلشي طاليان هادو 50 هاد الوكالات الخضرين 50 درهم الشرابه كلشي طاليان هادشي ميديكال كلشي طاليان هذه 8 درهم هذه كبيرة وكالة ايكونومي كبيرة 70 درهم كاين الوكالات الصغار 15 عوامة العوامة 16 شحال 20 20 درهم بالنسبة لهنا الفيتامين ماشي كيف 2018 2018 هما هادو ياك
كاين مينوط تما كاين مينوط ديال بيروج شحال هاد المينوط شحال مينوط دايرين ديطا يعني البياسه دايره 15 درهم البياسه 15 وبالنسبه للباكيه فيها 10 ديال 100 درهم الباكيه فيها 10 100 درهم بحال هكا تنقص عليك 5 درهم البياسه وبالنسبة لهذا النيكتون هذا النيكتون بيبي بيرس هذاك ديال التوكال التوكال الفراخ الكبار ياك عندك منها يعني كلشي كاع انواع ديال الفراخ دابا راه هاد اليومات راه دايرين بروموسيون راه داير 140 درهم 500 غرام 500 جو ديال 220 شحال كان كيدير من غير بروموسيون كان تيدير 170 درهم الكيلو و 250 درهم الكيلو يعني 30 درهم ناقص ماشي وهنايا شنو هذا؟ هذيك سبيرولينا سبيرولينا الخضراء اللي ريش اون بروتينين فيها البروتينات فيها الفيتامينات كنديرو 5 غرام في الكيلو 5 غرام في الكيلو ولاش كتلاقى غادي؟ بروتينات مكمل بحال مكمل مكمل غذائي غني بالفيتامينات ولي بروتين عندي في الوقيته ديال الوليدات وفي الوقيته ديال الوقيته ديال البدالة وهذو اللي فيهم مقنين هذا الكالسيوم كالسيوم هذا الكالسيوم ديال الافيان فيت والكالسيوم ديال الكناري هذيك مزيانة هذا ديال الشاور هو ديال شركة ديال الكناري الله يسخر هذاك ديال 100 درهم الله يحفظك الله يسخر حوراها الافيان فيت فيه السيترو ديال 200 درهم 200 درهم اللهم بارك هاد البروجويات هذاك ميدفيد هذاك راه كونسونطراسيون ديال الزعتر هذا كونسونطراسيون ديال الزعتر هذا اللي شكل اختي هو هذا راه اوريغانو معروف غالي يعني جهاز هضمي جهاز تنفسي كلشي يعني مزيان مزيان الطير يعني بحال هكا يخرج الطير بالنسبه للي المشكل اللي عنده جهاز هضمي راه معروف الزعتر معروف الزعتر بالنسبه للفوائد ديالو الثمن ديالو شحال هذا طيب هذا يدير 100 ملي يدير 160 160 بره 100 وكاين هنا هادي ديالاش هادي هادوك لي سورانك ديال التوكال هادو السورانك ديال التوكال هادوك ماركة يعني ماركة تركيا جا حنا من تركيا كاين ثلاث انواع شكون بلاستيك ميش بلاستيك هو هي اه مواه كتشوف هادي ديالهم شحال دايره 75 درهم يعني كاينه ديال هادي كاين ديال الجولد كاينه ديال بيروش كاين ديال الكنار هادي اللي من دي بشحال هذه الثلاثة دايرين 75 درهم نفس الثمن نفس الثمن وهنا شنو كاين اخويا يوسف تما كاين مكملات غذائية هنا مكملات غذائية يعني هادشي كيعاون الطير كاين اللي حاجة كاين يعني المكملات ديال الهياجة كاين مكملات مثلا كاين فيتامين أ بالنسبة للريسيسيف حيت أنا عنده مشكل ديال فيتامين أ بالنسبة للشمس وكاين عاد كاين واحد كاينين دي ميتي فيتامين بحال دابا عندك ميتي فيتامين ديال الكوتر فيه يعني كاين ليكيد وكاين كاين ليكيد وكاين غبرة يعني كاين كاع الفيتامينات هنا كاع مثلا كاين البكتيريا النافعة عندنا الماء ديال التدواش عندنا ديال الهياجة عندنا الزيوت عندنا الكالسيوم عندنا البكتيريا النافعة عندنا حتى الصباغه ديال يعني ديال الفايو اللي عندهم الناس اللي عندهم بغاء يعني فايو ميلاني كاين الصباغه ديالو كاين عندنا ديال الكبده عندنا البيتاكول بيتاكول بيتاكول شي حاجه ديال الكبده يعني غير اون بي 12 البيتاكول كانت دايرش واحد الايام ماشي كان ما كايناش دابا الله تخليش ديامات لا سيب لي مكلف بها كاينه الكبيره ما كاينه الصغيره كانت عندنا ولكن تباعت كلها تباعت وهاد الكبيره شحال دايره هذيك دايره 240 240 درهم شحال فيها تقريبا كان السيطر السيطر وهذه اللي قلتي هي ديال الفايو فايو ميلاني دايره 250 درهم 250 درهم الله بارك هنا راه كاين وهنا هادو قلنا هذيك النار ديال السميش وديال التوكال هادشي كامل هذه شركة ديال سيتاكيس سيغينوس هادي كاين عندك الكروكيت ديال بيروكي عندك الماكلة ديال اللوري عندك ماكلة التوكال ديال السوفاج يعني المقني الحسون عندك ماكلة ديال الكالوبسات ليزانس فيروش عندك ديال الكنار عندنا حتى الحليب يعني الملك هي مادي تنديماري يعني قال لي غيحتاجو سميتو قال لي مثلا الباطي ديال كاين الباطي ديال الكنار يعني شي حاجه بريميوم وكاين سوفت ما دخلش وعندنا حتى الحليب ديال الكابوني وكاين الحليب ديال الكنار وقلت لي باطي قبيله اخويا في التاه ياك باطي جديد هذا الجديد باطي ديال سيغونيس ها هو بريميوم ايك فود وكاين سوفت كاين سوفت واش من ديالهم شحال هادو هاد ديال البريميوم ديال 320 والاخر ديال 300 درهم 300 والجديد شركه كويكو وانا دخلنا الريسك ها هو الريسك هو جاني القمح
هذا وقت الوليدات نافع جدا، تيدار في الماء تيتنفق بحال الكسكسو وتتخلط به الباك. الثمن ديال شحال كتبيع الكيلو ياك؟ الكيلو كاين كيلو هنا يدير 65 درهم، وكاين الاخر اللي في فورشيطة اخرى راه هو ليه راه حدا فتاح هذاك داير 75 درهم. 75 درهم. وكاين شي باطي اخر قلتي لي كاين واقيلا 6000 فتاح ياك؟ عطيني اه الباطي ديال بيروش راه هو ميمو بارو شحال راه معروفين به. 280 درهم تصدق. هذا ما مكاينش محلول ياك مستودع. شوفوا الشركة تبارك الله معروفة أورنيطال. أورنيطالي. أورنيطالي. أو فيه الدود، فيه كروفيت، فيه فروي، هذا رفخوي، فيه زبيب. في الشاردو ماري، في البيريلا، في هذا سميتو النبق، النبق ديال الفراخ، في بزاف ديال الزريري. عاد هانت شوف هانت زومي شو تبارك الله شو شحال بيريلا فيه ديال البيريلا، هانت فيه النافع ها هو ها هو الشيء عامر كران عامر ديال الصح توب ديال الباطي. يعني كاع هذاك الشيء اللي عشاش الطير راه كاين فيه. هذا سبيسيال بيروش كالوبسيت ليزانس ها هو موربيدوس ايميد يعني مزيت. الثمن ديالو الكيلو شحال خرجت؟ 60 درهم للكيلو. اللي بغى سطايله كتقام عليه 280 درهم فيها 5 كيلو. 285 درهم. حصريا حصريا عند فتاح بيريلا. بيريلا راه سولت على باش المغرب كاين عند فتاح حصريا. هاي ما كايناش والله حتى الا سولت عليها نيش. ما كاينش السوق كل مره غاليه. انا جبتها بزز على الترونسبور غالي. شحال هذه؟ هذيك الخنشه اللي جيبها انا ديال البيريلا مخلص عليها 1000 درهم. الخنشه بوحدها خلصت عليها. بيريلا ما كايناش. ما كايناش بيريلا قليله في اوروب وما كايناش. هذه الجديده هذه دايره 30 درهم. 30 درهم هذه 30 درهم فيها شي 200 درهم. شي حاجه على هذيك فيها كيلو ونص. واللي بغى اللي بغى تخلط مع الباطي. قلت لي هذه اخويا يوسف هذا دود القز. هذه دود القز. الثمن ديالها شحال اخويا فتاح؟ الطاسه هذه دايره 180 درهم. الطاسه 180 شحال فيها تقريبا من كيلو؟ هذه فيها 800 غرام. فيها 800 غرام. اللهم بارك. دود القز هذه باش كتلاق كاع الفراخ ولا؟ غني يعني الدود قدر معروف الدود هو غني بروتينات. وهذا بحال دود القوابي ولا احسن من دود القوابي؟ هذه دود القز احسن من الخبابي. احسن من القوابي هذه كتلاق على دوك المغرده ياك بحال القامات شو كاع الاكلات الحشرات ليزانسيكت. اللهم بارك خويا. هذه الثمن ما عرفتش سولتك ولا لا؟ لا سولتي هنا دايره 180 درهم. 180 درهم. اللهم بارك ديما الجديد مع اخوان عبد الفتاح والاخ يوسف. وكاين اللي بغى ترونسبور ياك ترونسبورات هادو من هذا اللي شنا هذيك النهار هذا داير 110 درهم هذا 110 وكاين هذا وهذا داير 65 درهم هذا 65 درهم وكالة ايكونومي ايكونوميك دابا حاليا بقى عندنا متوفر في المحل عندنا غير ديال الكيلو دايره 65 درهم هذه ديال الكيلو ديال 6 كيلو ديال الزوم هذه 65 درهم يعني الصغار ما بقاوش الصغيره كنت دير 40 درهم في الزرابة في الزرابة. بالنسبة لك ترونسبور الكبيرة ترونسبور كبير عندنا كاين هذاك داير كيهز 6 من هاد الصغيرة كيهز 6 بحال هادي 6 من هادي هذاك داير 650 درهم داير 650 درهم وكاين اللي تحت منها راه تتهز 10 داير لي ترونسبور كتوفر لهم كلشي هذيك ياك فيها حيت المهم انت راه فيها بلاصة وكالة لا حاجة كتبان لي مسدودة يعني ما تخنق ما والو الاولى من الجن يعني على حساب دير كل طير تديرو تما اللي داخل غادي تمشي للكونكور ولا شي حاجه كل طير تديرو ولا غتسافر ولا غتسافر دابا كتعزلو باش ما يكون مضاربات لا والو وكاين هنا اللهم بارك ها هو راه كاع الحبوب هذا الخس
يزرع الخصرة معروفة غنية بالسيلينيوم الالياف هذه مزيانه المقنين ومزيانه الشيو الهياجه هي خصني ندير الهياجه الثمن ديالها شحال اخويا يوسف هاد الحكيك هذا راه كاين الكبير ديال 30 درهم وكاين الصغير ديال 20 درهم صغير 20 وكبير 20 عندنا البيرلا موربيد يعني ديال الشركه ديال مور ايطاليا راه معروفه هي تتعوض بالجران جيرمي هذه تدار في الماء وتتنفخ هذه فيها 800 غرام تدير يعني هكا واقع كما دايرين في الصوره يعني كتكون واقع لها كباطي وكديرها في الماء كتولي ياك هي تتكون بحال حبو يعني رقيقه دايره مكركبه في الالوان يعني في الخضر وفي الصفر وتديرها يعني تدير القياس ديالها هي في الدوبل ديال الماء ما تندير شي عاشقه ديالها تدير جوج عاشق ديال الماء وتتخليها واحد 20 دقيقه 30 دقيقه هي تنفخ وتتنشفها بالباط شفتو وقت الولاد ولاش كتلاق الولاد هذه هي تتعوض لي غرانجير الثمن ديالها شحال دايره 90 درهم فيها 800 غرام 90 درهم وبالنسبه لهذه ديالاش هذا هو البيانسو ديال دي بيروش هذا تيعاود لي هو لي غران دابا تيعاود الزوان تعاود يعني لا مغيش الاوروبيه راه بداو تيستغنوا على الزوان هاد الزوان فيه بزاف ديال المشاكل دابا ولا اغلبيه تيخدموا بهاد هذا راه بحال هذا هو الايكيفالون ديال الكروكان الثمن ديالو شحال هذا هذه دايره 40 درهم 40 درهم 350 درهم بريد ما او بريد ماكس بريد ماكس راه معروف بريد ماكس معروف وقت الخدمه وانا ما بغيتش تعطى العام كامل هذه السميش وياك هي زياده البيض انا الديكوره تيوجد الديكوره تيوجد النتاوي حتى بالنسبه للولاد اللي تيخذ زياده يعني تيكونوا في صحه جيده هذا الكيلو ديال 220 220 درهم هما غاري راه كاين وبالنسبه للزوان طويل كنهار هذاك يا زول عجبك هذا الاستعمال ديالي هذا الاستعمال الخاص هو ما يمكنش نعرفوا شحال وصل دابا الخنشه الزواره ديالها 150 درهم 450 الخنشه الله غير يعني غادي وفي تزاد تزاد شي حاجه وقع لي شي حاجه كل سيمانه تزاد 10 درهم 5 درهم يعني كاين شويه الغلاق وهذه ديال اش هذه؟ هذه خنشه ديال الكالوبسات يعني ميلونج ديال الكالوبسات ديال شركه ديال اوري ايطاليا فيها 20 كيلو ب 320 درهم 320 درهم شحال فيها 25 كيلو؟ فيها 20 20 اللهم بارك الله اللهم بارك وبالنسبه للنمره اخويا يوسف النمره ديالي بغيت تواصل معايا 07 03 81 16 88 عبر الواتساب كبير اخي الله يحفظك عمو الله يحفظك الله يلاه بخير الله يحفظك قلت لي إيه انا جيت من بن سليمان على اساس انا شفت واحد الفيديو دايرين في هذه السلعه بانها برانيه هذه والاخ سمعت يمكن افتح تاه راه هو اللي داخل تاه فكل اللي سمعت وجيت بانك لي السلعه نقيه والاخ دابا كيقاد لينا في الامور الاخ جا من المكناس تحيات ومرحبا بك اخويا الله يرضى عليك الله يحفظك دابا غتورينا اخويا يوسف كيفاش عرفتوهم ياك كيفاش كيوري الطريقة كل شيء هادو راه ما عندهمش البيبان يعني راه صافي هذيك ساهله عندك تعود كرك تشوف هذيك لابارتي بلا كتعود عندهم شي كروشي ولا عندهم شي صافي صافي لاصقه ها كديرها كتلصق صافي ما كطيحش اسمح لي عمو كطلعها شي عندها بحال الريوس اه كطلع الفوق ولا شنو؟ لا تهبط لتحت تهبط لتحت تقادها باش تهبط لتحت تهز فوقيك دابا انا واش تحيدها تهز فوق انت كاع باش ما تبقاش تعانكش معاها تلصقها بغيتي دير الزوان صافي واش الفرق ما يخرجش صافي مش فيكسيها فيكسيها في خطر ياكلوا من هذيك هاي دخل راسي وغيرها كاينين دوك اخرين اللي عندك الكروشي شنو شفت علاش الخيوس تاع اللافاش اللهم بارك كاين شي حاجة اونباري ليا في هاد لا تشوف لي الكارطون نديرو الله يسر عمي الله يرضى عليك عمو الله يحفظك انا غير مبتدئ مرحبا نضيعو معاهم الوقت شوية مرحبا ريتريتي وانا نضيعو معاهم شوية مرحبا نتلاهو معاهم كيدير الجو في مكناس لا ماشي مكناس بن سليمان بن سليمان بن سليمان
جاو وراك عارف الظروف اللي كاينه دابا الشتاء نازلاش مزيان. والله يرحمنا يا رب. الله يرحمنا. هو بن سليمان راه معروف بانه طبيعي يعني الجو رائع. انا راه ولد دار البيضاء، انا ولد بسلطان وتحولت تمايا تما الجو. انا ولد شارع القاهره. شارع القاهره. تحياتي خويا وتحياتي للناس ديال بن سليمان. الله يحفظك. الله يحفظك. حنا جينا لقينا الناس زعما الله يعمرها دار قدموا لنا المساعده. او تعاملوا معنا مزيان. الله يحفظ الامور. وكيفاش درتي تعرف شي المهل؟ سولتي جيتي دخلتي الدريسي سولت. سولت ولكن الدوب شحال قلنا الدوب هذا يوسف؟ هذاك داير 30 درهم. 30 درهم. الله يسر الله يسخر.